ما قبل اللي خلاه يقول الماتشين لا ما هو ايه اللي يحطك في الصوره. ما انت قلت بص يا اسلام لو انت رجعنا للكلام ان اتحاد الكوره انت بتقول حاجه كويسه قوي ودي خطيره ان حسام حسن وجهازه في وادي واتحاد الكوره في وادي تاني. لا انا عايز اقول لحضرتك ما هو محدش بيزق معاه ان بعض المسؤولين في اتحاد الكوره الى الان ما سلموش على حسام حسن. طب قول لي طب قول انا بكلمك والله انا طب لما مثلا في ماتش بوركينا فاسو مش هيقعدوا في المقصوره؟ انا بقول لحضرتك لا في بعض منهم مش هيقعدوا. ليه ما بيروحش الاتحاد؟ طيب يبقى هو لا لا ما بيروح التوقيت اللي حسام وابراهيم مش موجودين فيه. يعني هم لما بيعرفوا ان هو موجود خلاص فاهمني حضرتك. فانا بقول لك بعض المسؤولين في اتحاد الكوره هل ده جو هل ده جو ما سلموش على حسام وابراهيم. طيب هو ده جو انت مدير فني يشتغل فيه يبقى انت هتقف له على الواحده يبقى انت هتستنى له اي اخفاق. انا بس بكلم حضرتك لا. ليه؟ لان بنتكلم بمنتهى كابتن حسام له سلبيات من ساعه ما جه خناقته مع صلاح ومش عارف ايه. ما دي المشكله الكبيره اللي في وراها كل المشاكل اللي بتحصل. لكن في نفس الوقت هو بيتكلم في حاجات ايجابيه جدا لمصلحته. يعني انا اطلع مثلا اسلام انا كمدير فني المنتخب اجي اقول للمحترفين واحد هيعمل عمليه ومش هيجي لي واحد هيروح يحج وهيروح يحج ومش هيجي منتخب مصر واحد بيقول ان حسام حسن طيب معلش المسؤوليه هو كلامك هو بيحطك في المسؤوليه ان انا بتعامل مع نوعيه لعيبه عامله ازاي. يعني انتوا لاعبين كبار ولعبته في النادي الاهلي وفي منتخب عسكري وفي منتخب مصر هل انت قبل معسكر انا بشوف برضو حاجات غريبه يعني لا زمان ان لعيبه بي بي بتجري عمليات بعد ما يخلص التزاماته مع الانديه مش مهم المنتخب ان يعقد قرانه في نص الموسم ومش مهم المنتخب بص هو توقيت المباراه يعني انا فاكر ان ايامكو كان بعد ما بتخلص كل حاجه تبدا بقى تعمل اي حاجه شخصيه بالنسبه لك هو توقيت المباراه رخم شويه بعد انتهاء موسم لكل الفرق ودي بالنسبه لاي لاعب يعني مثلا اذا كان محمد صلاح او لاعب اوروبا الفتره دي بيبقى فتره ان هو التنزه بالنسبه له او فتره النقاء أيوة بس ده بعد انتهاء موسم ده اكيد بقول لك الميعاد وحش بالنسبه لاي لاعب ايوه بس احنا عندنا ما انتهاش الموسم لا ما احنا بنتكلم على معظم اللعيبه المحترفين انت بتتكلم على الطبيعي بتتكلم على المحترفين انا بتكلم ان هو في شهر 6 ده شهر 6 ده العالم كله اللعيبه كلها بتاخد بعضها عشان تتفسح عشان ابدا موسم جديد بعد راحه لا بس يا احمد انت لما انت منتخب مصر لما تيجي تلعب منتخب مصر احنا في لعيبه كان بتزعل لما ما بتروحش سواء هتلعب بقى او ما تلعبش انت عارف انت عشان العب المباراه دي عشان العب المباراتين دول ان في لعيبه خلاص هتلضم الموسمين على بعض بتكلم على المحترفين أكيد.